السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو زيت كبد الحوت؟ بداية، هو عبارة عن زيت يستخرج من أكباد سمك القض الأطلسي، ويؤخذ في العادة على شكل مكملات غذائية أو حبوب، وهو يعتبر من أفضل المصادر لأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ألف وفيتامين دال. ومن جدير بالذكر أنه تم استخراج زيت كبد الحوت على شكل دواء عام 1697 لعلاج مرض الروماتيزم، وتم استخدامه أيضا لعلاج مرض الكساح. وبعد ذلك فقد شاع استخدامه بشكل كبير لعلاج الأطفال الذين يعانون من الكساح وغيره من الأمراض المرتبطة بنقص فيتامين دال ووقايتهم منها. ومن الجدير بالذكر أيضا أن زيت الحوت يختلف عن باقي أنواع زيت السمك، فزيوت السمك الأخرى تستخرج من أنسجة زيت السمك، فزيوت السمك يعني كما نعلم بأنها تكون أو تعيش في المياه العميقة والباردة كسمك السلمون والتونة وأنواع مختلفة، ولكن زيت الكبد الحوت يختلف عن زيوت الأسماك باحتوائه على كميات أقل من أحماض الأوميجا 3، ولكن بتركيز أقوى، ويختلف باحتوائه أيضا باختلافه على فيتامين ألف وفيتامين دال. إلى اللقاء.